أصابك عشق لم رميت بأسهمي فما به إلا سجية مغرمي ألا فاسقني كاسة وغني لي بذكر سليمى والكمال ونغمي أيا داعيا بذكر العامرية أنني أغار عليها من فم المتكلم أغار عليها من ثيابها إذا لبستها فوق جسم منعم ازيكم عاملين ايه؟ ايه اخباركم؟ وحشتكم زي ما وحشتوني ولا نص نص؟ شكلي وحشتكم لان في ناس كتير جت. ايه رايكم في الصوت اللي سمعتوه دلوقتي؟ انا مش كل مره بشغل لكم اغنيه قبل ما ابتدي اللايف علشان اتحيكم بيها، افكركم ان انا لايف ابتدوا تيجوا. مش كده؟ المره دي بقى ايه رايكم في الصوت اللي غنى دلوقتي؟ في تعليقات ولا نستنى؟ ازيك يا سمسمه؟ هاي يا سلوى، ازيك يا روحي؟ ربنا يخليكي يا بسنت، ميرسي جدا. هاي يا لارا، هاي يا اميره، ازيك؟ طيب انا هقول لكم على حاجه عشان ما ايه انا عارفه طبعا ان الصوت اكيد عجبكم وانتم مش هتصدقوا ولا هتتخيلوا انا ليه شعري عامل ميكي ماوس من هنا واقف قرايل من الجنب. انتوا الصوت اللي سمعتوه ده صوت لفنان واعد انا بتنبأ له بمستقبل كبير جدا ان شاء الله وهيكون له باع كبير في الفن. بتكلم كلام كبير شويه معلش لان انا مش هقدر اقول غير كده ومش هينفع ان انا تو انتروديوس هيم الا بالطريقه دي لان هو فعلا يستاهل على صغر سنه وعلى اجتهاده ومجهوده انه يعمل حاجه حلوه بجد يستاهل ان انا اتكلم عليه بالطريقه دي واقول ان هو في يوم من الايام هيبقى ان شاء الله ان شاء الله مطرب مشهور والناس كلها هيقولوا ياه ياه رد ايه 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 مش هقول الاسم لا هيقولوا ياه تعالى ندور بسرعه على اللايف اللي كان فيه يا نهار ابيض. فانا بقى هسيبكم مع رضا. مساء الخير يا هيا. مساء الفل يا رضا. شكرا لك على التقديم يعني ما شاء الله عليك يعني هلا هيك انا هيك زبط اوكي. مساء الخير جميعا وان شاء الله نكون يوم هيك خفيفين عليكم نسمعكم شويه اغاني ومعكم رضا طبعا يعني ان شاء الله بدينا هيك نغني من فتره قصيره وكل الشكر لاخت هيا على هالتقديم الحلو ما شاء الله وان شاء الله تغيروا معنا هيك جو شوي ونعملكم اجواء حلوه هيك المسويات واذا عندكم طلبات كمان يعني احنا عم نغني اكتبوا لنا بالتعليقات اكيد رح ناخذ طلباتكم طلب 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 ان شاء الله يعني رح يعني نكون للكل نقدر نغني للكل وشكرا كثير لكم وبالتوفيق ان شاء الله. تفضلي يا يا اخت هاي خالتي قول خالتي خل... لا لا مكسوف يقول لي هاي هاي هو ابن صاحبتي يعني عارفين هو مش يعني فاهم اللي هو ابن صاحبتي فاللي هو اقول لها ايه؟ اقول لها يا طنط ولا اقول لها باسمها ولا اعمل ايه بالظبط؟ هو مش عارف يعني يتصرف ازاي. بس عامة احنا هنبتدأ الاول برضا نسمع صوته في اغنيه من اختياره وانتوا لو عايزينه يغنوا لكم عندكم حنين لاغنيه من اي بلد في العالم فلسطين الاردن سوريا مصر لبنان تركيا اغاني انجلش اي اغنيه انتوا شايفين ان نفسكم تسمعوها منه بسم الله ما شاء الله انا هحط لكم التيك توك بتاعه
بسم الله ما شاء الله هو قادر انه يغني كل حاجه ما شاء الله عليه. ظهر حاجه بتقول بنت الجيران اتفضل اتفضل ابتدينا مش هتلك شاتلك مين اللي كاتبه بنت الجيران ده اعرف مين ابراهيم زوجي لا هذا زوجي ايوه لازم تغني له بنت الجيران امرك امرك يا استاذ ابراهيم امرك خلاص حاضر فرضا هيغني دلوقتي بنت الجيران يا انا بس بلا ميوزك احلى يلا بنت الجيران شغلالا عنيا وانا في المكان وفي خلق حواليا مش عايز حد ياخد باله من اللي انا فيه شفت القمر سهرني ليليا وهموت عليك رب العالم بيا سيبي شباكك مفتوح ليه بتقفلي وبهوايا انت قاعدة معايا عينيك ليا مرايا يا جمال مراية العين خليكي لو حتمشي ناديكي انت ليا انا ليكي نحنا الاتنين قطعين تسيبيني اكره حياتي وسنيني اتوه مش هلاقيني واشرب بيبسي ومندرين وتجيني تلاقيني لسه بخيري مش حتبقي لغيري ايوه انا غيري مفيش اتفضل يا شكرا لك يا استاذ ابراهيم طبعا اول اغنيه دي كانت مهداه لاستاذ ابراهيم زوجي زوجي الفاضل وطبعا مش هناخد منه اختيارات اخرى عشان هو ممكن بقى يخش على اللي انت بتقولي عليه طبيقه ده اسمه ايه اسمه ايه بيقه ده ابو كرش ده اسمه ايه ايه انت معلمه يا بونبونيه ملفوفه في الملايه بقى حاجه كده عجيبه يعني ايه رايك في صوت رضا يستاهل المفاجاه اللي انا كنت بقولها انا محضرها لكم انا شايفه انه بصراحه يستاهل وشايفه بصراحه انه يستاهل اكتر بكتير من ان هو يبقى بس في بروجرام اونلاين لا ده يستاهل ان هو يبقى في بروجرام Arabs Got Talent whatever got talent انا شايفه كده بصراحه انتوا شايفين ايه ده بينادوا على بعض غني لنا حاجه الحماقي بليز اديله هلا مغني ايه تاني ده عايز اقول لك ان الانستغرام النهارده اشتغل على حسك يا رضا وغني لنا حاجه الحماقي بليز والناس بتنادي بنت الجيران ايه المفاجاه دي شفتي يا اميره مفاجاه فظيعه جميل ما شاء الله عليه ده انتوا لسه كمان ابراهيم كاتب لك all the best رضا شكرا شكرا لك يا استاذ ابراهيم شكرا كثير لك كلك زو والله واكيد هاي الغنيه انت هديه يعني معروف شخص لمين يعني ما بدي متهيئ لك هو بيقول لك يا ابراهيم انك انت اكيد بتهدي الاغنيه دي لشخص فانا بقول لها متهيئ لك هو بيغنيها لبنته مش ليه ايوه طيب دلوقتي بقى رضا هيختار حاجه الحماقي وبعد كده هنطلع بالمفاجاه الثانيه اللي هي انا مخبياها عشان ما تبانش هنطلع بالمفاجاه الثانيه ونرجع لرضا ونطلع بالمفاجاه ونرجع لرضا انا عايزه اقول لكم على حاجه النهارده كان المفروض تكون معايا ايمان شبانه واليكس بس مع الاسف ايمان ادعوا لها بس ان شاء الله ربنا يا رب يقومها بالسلامة عشان في اضطراب في الجو وهي اليوم اللي فيه عندها تعبانه فما قدرتش تيجي واليكس مرشحه فعندها دور فلو بسيط فعشان كده انا كنت عامله اناونسمنت ان هم جايين بس مع الاسف يعني ساعات بتحصل كده بس عادي اتس فاين فاهمين اخر لحظه البنت ايمان والله يا حبيبتي ثابت عليا قوي واليكس كمان يعني مرشحه فبالتالي احنا اللي هنكون موجودين اذا كنا عاجبين يلا يا رضا اتفضلي خليكي موجوده انا خليني اشوف الكلمات لانه بشوف الكلمات طيب هو الاول هيدور على الاغنيه لا 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 موجوده بس موجودة. بيقرأ الكلمات من هون حاضر بعد اذنك يلا قلبي ولع نار ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع ده انت سحر عينيك طمع بنقوي في عينيك ويا ستار قلبي ولع نار ده انا عيني منك مستحيل
لا استغنى عنك نظرة ترضيني بالترتيب سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع ده انت سحر عليك طمع بن قوي في عيني خدت بالي وانت قدامي بنسى روحي واسمي وكلامي يا دي بالظبط احلامي مش هدور واحدار والنهاردة كلام نسكيتي بكرة تبقى في حضني وفي بيتي ده اللي هيحدد وبقى تثبيتي والقمر يختار يا ستار قلبي ولع نار ده انا عيني منك مستحيل استغنى عنك نظرة ترضيني وبالترتيب سيب لي نفسك سيب وهدالي واسمع ده انت سحر عليكي طمع بان قوي في عيني طلب حمائي في حد طلب حمائي هي اللي طلب حمائي هو هي لحمائي ايه ده هو اللي ها عمرو دياب حتى عايز حاجه لعمرو دياب طب يلا انتوا بتنقوا حد انا مش بحبه ليه انا بحب عمرو دياب ان شاء الله تكون عجبتكم لحمائي طبعا احب اسمع اراكم في اغنيه حمائي اللي غناها لكم رضا رضا عرب حط لكم لينك التيك توك بتاعه لو ما عملتلوش فولو مش هطلع انا لايفات تاني خلاص هحس ان انا ماليش كده هيبه في وسطكم ما بتحبوش تعملوا فولو للناس اللي بيحبوني الكاميرا مش واضحه انا حسيت كده طب استني كده مظبوطها خليكم معايا ثواني ثواني يا رضا انا معاك الكاميرا مش واضحه ظبطت الكاميرا مش عارف طيب في تحت الباسورد تبع الواي فاي اه هذا اول واحد ايوه ونفس نفس الاسم وفي الاخر 1 اوكي تمام انا بس عايزه اشوف اللايف فين عشان اعمل له اي حاجه كل مره اجي ادور على اللايف بتاعي ما الاقيهوش ما اعرفش ليه الحقيقه بيعمل معايا كده ليه مش عارفه نفس الاسم حطي واحد مرتين بالظبط كده هو دلوقتي رضا بيجيب اغنيه لعمرو دياب عشان يغنيها لكم زي ما انتم طلبتوا وطبعا جوزي من اشد المحبين لعمرو دياب وبيقول لك في اغنيه دلاوتسه عارفها انا مالي حافظان والله كتير لعمرو دياب بص يا ابراهيم هو مش حافظان كتير لعمرو دياب هيغني اللي حافظه اوكي اشوف اذا حافظان ولا شيء دقيقه الكاميرا مخخخ ايه لو حد يترجم لي اغاني قديمه انا جديد ما بحفظ له هو عنده اغاني قديمه لعمرو دياب ما فيش اغاني جديده يا ابراهيم من نطله نوفل هلويا من نطله انا اعمل لكم كلكم ويف 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 ما شاء الله الناس كلها في الانستغرام موهومه ما شاء الله بصوتك وعلى طبعا الفيسبوك ما شاء الله كده عيني عينك وباسانت بتقول لك فضل شاكر ده انت مش هتتساب النهارده ابراهيم بيقول لك كده عيني عينك وباسانت بتقول لك ايه قلت ايه باسانت فضل شاكر حبيبي ده احنا طب خليني لقيت غنيه لعمرو دياب طب يلا اوكي يلا تملي معاك ولو حتى بعد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى اكون وياك تملي معاك ولو حتى بعد عني في قلبي هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عيني تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك تملي حبيبي بشتاق لك تملي عيني تندهلك ولو حواليا كل الكون بكون يا حبيبي محتاج لك هي حلوه قوي الحته دي
تزورنا بدها تزورنا ابو ظبي يا رضا ان شاء الله ان شاء الله. ترى انا عم بحاول هيك شوي اختلس على التعليقات معلش. لازم طبعا طبعا لازم. اي حد عايز يبعت حاجه رضا يبعتها له، وهحط لكم لينك وكمان تبعتوا له وتجيبوا ناس يبعتوا له وتجروا تجروا بعيد وترجعوا جايبين ناس يبعتوا له تاني. لان بصراحه الولد يستحق، انا ما اقدرش اقول غير كده. اسيب رضا يقرا شويه الكومنتس. واخ في كتير كومنتس ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. دقيق دقيق ما شاء الله في شيء هون تحت زين هذا. واخ في وحده كانه لقطتني. حد من اللي يعرفوه؟ اي كمان بس ما تحكي لي انه هذا ابن بتول. اوه ليندا 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 ده مين؟ ليندا يا ستي بتحرقي مفاجاه ليه ما تسكتي؟ والله يا وريك يا ليندا هعضك. طب اوكي طب انتوا بدكم تبدوا ولا لا في حدا طالب غنية محضره شوي؟ في اغنيه هتتحضر دلوقتي انا ما اعرفش هي ايه وانتوا كمان مش تعرفوا هي ايه. انتظروا شويه كلكم عشان نعرف ايه الاغنيه اللي رضا بيحضرها لنا. ايه المفاجاه اللي بيحضرها لنا؟ وانا هفطس من الحر علشان هم قالوا لي مروحه قالوا لي تكييف وانا حرانه بقيت تمام. اوكي يلا شوف اذا بتزبط. وينه؟ طب طيب بلا بلا ما بلا مسير ما يزبط. اوكي وحبيبي بالبند العريض غالي واقرب من الوريد حالتي تتشخص جنون بيقولوا لنا بك مريض أتاري كل ما حب فيك بد منك وبقت مزاج أتلحق بقدي في إيديك ما انت في لقاك العلاج أو لقيت الطبطبة هو هو لو ما انتش بعيد ضحكتك فيها كهربا ببقى زي واحد جديد لقيت الطبطبة زعجوا منا الجيران دقوا علينا الجرس بدهم يبهدلونا. وشكرا هو ده. ايوه جماعة معلش إذا تقلعنا اليوم بكون ورا الجيران لأنه عم نغني وعم نعلي صوتنا. أيوة بقى هو ده هو ده هو ده هو ده الكلام. من على أصح؟ لا ما قلنا على أصح. الحمد لله الحمد لله إيش أمر ده. الله أكبر الله يخليك. طب صار دوركم بقى. يلا سيفا هاي أولى سيفا ما نحرش يلا هلا هيك شيء حلو. ها يلا هاي ومنعطي تمام. يلا هي هاي يا سيف العلقعدة طايل يا شو كان كده مل قصايل ويلا اللي تحدى ويلا اللي ناوي قاتل يا با ويلا اللي ناوي قاتل. هاي هيك بس شوي مقطع صغير لبين ما شاء الله. الله اكبر ربنا يحميك. تفضل. ايه رايكم بقى في اللي سمعتوه؟ ايه رايكم بسم الله ما شاء الله في الصوت؟ ما شاء الله صوته تحفه. شفت يا ساره ممكن قولني كلام تم ايه قولني دي سمسمه ما بفهمش الكلام بيغني في اي مكان يعني بيغني في اي مكان. لا لا ده اللي اي حد محتاج عيد ميلاد محتاج حفله محتاج حاجه رضا موجود. رضا ولد كتير كتير حساس وكتير كتير صوته قوي وهو علشان خاطر انا صاحبه مامته هو بصراحه وافق انه يكون معانا النهارده. لا لنا الشرف ولو يا هي اكيد لنا الشرف. لكن هو اي حد ما شاء الله عايز يتواصل معاه تيك توكو تيك توكو واي حاجه انتوا عايزينها
ولو محتاجين رقم تليفونه انا هبعت رقم التليفون عادي مفيش مشاكل، ابعتوا لي اسالوني وانا هبعت لكم رقم التليفون عشان ما تجيش بنات صغننه نوتي تعكسوا. احنا كل ايه اللي عايز رقمه انا هبعت لكم رقم عشان بحافظ على اولادي، بخاف على اولادي. تحفه صوته تحفه، نقول بسم الله ما شاء الله فعلا صوته يجنن. سلوى الطيار وانتي تحفه حبيبتي، ربنا يخليكي يا قلبي، بس هو صوتي جنن يا سلوى فظيع ما شاء الله، الله اكبر عليه، ربنا يحميه. احمد كركر، الشاب خالد لو سمحتوا. عايشه، عايشه عارفه؟ لا انت ايه اللي دخلك معنا كركر؟ ازيك عامه؟ طيب عندك اي حاجه للشاب خالد؟ شاب خالد ماني حافظه. طيب خليني اطالع الكلمات. طيب اوكي خليه هو هيبص على الكلمات، واحنا دلوقتي بقى نبتدي تقديمه بسيطه لغايه اما ربنا يخليك يا رب، ربنا يخليك يا جمانة، ده من اخلاقك والله. انا هغني معاه المره الجايه يا رضا. انا مش عارفه اقول ايه، انا مش عارفه اقول ايه، ده زوجي 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 عايز اغني معاك المره الجايه. سلام يا ولو يا استاذ ابراهيم، بتنور بتنور والله. طب ما تيجي دلوقتي بدل ما انت قاعد جوه عمال تكح، تعالى هنا، ما تيجي تعالى حبيبي هشربك ينسون وتغني، ايه رايك؟ اكتب رد وانا هفضل اكلم نفسي. لا انا اجي اغني بقى. لا 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 لا، هبة العطار عندها ستور كيب يعني بتاع، هي تقريبا تعتبر الوحيدة اللي بتجيب الأواني التركي الأم أس والحاجات دي، وغنيت لي صوتها فعلا حلو. يلا نعمل حلقة، ايه رأيك؟ ايه رأيك مرة تانية نستضيف رضا وانتي وتعملوا دويتو مع بعض؟ إبراهيم بيقولك عندي برد. هيا بليز شوفي الكومنت لي فوق. حاضر ليندا، عايزة يغنيك ليندا؟ ليندا اصل انا بدك جورج وسوف. شاب خالد طلع له اغنيه. طيب ونشوف ليندا عشان عرفت ابن مين بدي يغني لي لجورج وسوف. والله بزعل. خلاص جورج وسوف خلاص هلا نغني، قاعدين 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 يعني، هنسيبه بس ياخد نفسه ويغني الاول اغنيه الشاب خالد وياخد نفسه، وبعدين ايه نبتدي بقى في المفاجاه الثانيه مامته بقى. الله اوكي يلا، هاي للشاب خالد. On va s'aimer, on va danser, oui c'est la vie, la 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 la. On va s'aimer, on va danser, c'est la vie, la 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 la. راني ما ندم الايام مهما تكوني بعيدة عليا، راني ما ندم على الايام هدرو انا فيك وفيا. اها هي اها هي، لازم الجرح يبرى بالدواء. اها هي اها هي، سهرة تكون جميلة يا الحبيبة والليلة للا. ام با سيمي ام با دونسي سي لا في لا 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 لا. شكرا لك، فان شاء الله نكون. هو ده يا هاي، هو ده يا سلوى، هو ده هو ده اللي انا عايزاه له، اللي انت اللي انا قلت لك عليه، ايه رايك فيه؟ يستاهل صح؟ اللي انت بدك جورج وسوف. طيب خلص تفوت عشان ما نزعل ليندا، عشان ما نزعل ليندا. ليندا ليندا طيب بصي يا ليندا هقول لك على حاجه. اي خدمه يا كركر يا حياتي. طيب هقول لك يا ليندا، شعري مش عارفه ليه عامل ودان ميكي ماوس. مالي بص يا ليندا، احنا هنبتدي دلوقتي مع بتول. اوكي ميرسي بوكو. سلوى بتقولك ميرسي بوكو. شكرا شكرا لك، ميرسي بوكو دغيان دي بليزير وكل حاجه. هاتيه ابو ظبي يلا وتعالي. حاضر حاضر، عشان انا ان شاء الله احط البتاع اللي بيحطوه لكم في مناخيركم ده. خليني يا بنتي قاعده في بيتنا ولا بي سي ار ولا بتاع، بخاف انا من الحاجات دي. الحمد لله. تعالي انت يا سلوى، تعالي مع منى. شفتي يا منى صوته يجنن ازاي؟ ما شاء الله الله اكبر عليه. دلوقتي بقى هنعمل فاصل عشان رضا يرتاح شويه، لو عايز يشرب كوبايه ميه ينسون بتاع. اوكي وهنبتدي بقى في شغل مين؟ في شغل الام، الحنان الحنيه
مامت رضا اول حاجه ايه رايكم في الاوتفيت بتاعي؟ ايه رايكم؟ باين؟ وده ده شغل باتو. اتفضلي باتو. مساء الخير جميع واهلا وسهلا فيكم وثانك يو كثير 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 لهيا على حسن الاستضافه. انا ميرسي اني كنت حبيبه قلبي حبيبه قلبي. يعني انا هي اول طله لايف طبعا معوده على الكام بس لكن كلايف وبزنس ما طلعت بعد، فهي اول طله مع هيا باحلى جو باحلى بيت باحلى دفى. ان شاء الله هيك منضل دايما مع بعضنا ومنقدر نسعد كل الموجودين ان شاء الله. وان شاء الله يكون عجبكم صوت رضا. رضا يعني موهبه بس الحمد لله رب العالمين عم يشتغل على حاله. ان شاء الله يسعد مساكم كلكم وان شاء الله رح نقضي وقت كثير حلو باذن الله. اكيد اكيد حبيبي طالما معانا بتول ورضا يبقى اكيد هنقضي وقت حلو. صح ولا غلط؟ رجعنا تاني. ام سوري من الواضح انه فصل. نريمان عبد السلام بتقولك منوره بتول عبد السميع حبيبه قلبي ما شاء الله كلهم ما شاء الله الحمد لله. حتى طنط أمة الله كل الناس مبهورين ما شاء الله برضا وبالجو اللي عملوه لنا. فعلا جو جميل. انا مبسوطه جدا على فكره النهارده، انا في منتهى السعاده الحمد لله. بنقرا التعليقات ان شاء الله بس خلص اللايف بنرد على الجميع باذن الله. بالظبط كده. طيب دلوقتي بقى نتقل الصوره بقى الثانيه. ممكن اعرف الصوره بتبوظ ليه؟ الصوره النوتي دي بتبوظ ليه؟ طلعها المفروض انها كده مش الحال. هلا هو هون ما يعني هنا مش مبين. مو مبين. بدك تشوفي على جهاز ثاني. ايه الصوره وحشه. طب ليه يا جماعه الصوره وحشه؟ حد يعرف يقول لي ليه؟ هيك مدغمشه قوي. لا احنا لازم الصوره تكون واضحه علشان الحاجات اللي هنعرضها دلوقتي ينفعش من غير صوره واضحه. فمن فضلكم الاول ما الصوره توضح. ايه ده معلش ده التكييف بتاعنا. اول ما الصوره توضح اول ما الصوره توضح تقولوا لي. شكلها مش الحال. مش الحال خلاص كانه ما بقى. كده ولا استني بعد التكييف بعد ما يظهر التكييف. رضا طلع في المرآه. انا طلعت. ايوه كده خلاص اتظبط تمام. Okay. طيب نبتدي بقى مع بتول القمر. اتفضلي يا بتول. طبعا يعني انا كان فكره عندي تطورت لحلم. الحلم كبر صار مشروع صار حقيقه وبدينا قلنا بسم الله وبدينا بسم الله ما شاء الله. فالحمد لله رب العالمين. كبدايه من شهرين كتير العالم مبسوطين بالأنا عم أقدم لهم إياه. طبعا إن شاء الله يعجب الموجودين معنا كمان. وأكيد كل شيء كومنتس نيجاتيف بوزيتيف قبلاني فيها نحن بإذن الله. هلأ أنا حاولت أعمل شيء اسمه شيء محروف، يعني something which is different عن إنه الأفيلبل على طول عنا بالماركت. فأنا حاولت to create my own designs وبديت اشتغل عليها وعملت ديزاينات بسيطة خفيفة بس الحمد لله لقيت استحسان وحب من كل الموجودين واللي تعاملوا معي كانوا كتير راضين وأولهم هيا. طبعا 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 انا قادر اقول لكم الكواليتي بتاعت الشغل اللي انا لابساه او نقول عليه البونشو او نقول عليه مجازا كارديجان حتى للمحجبات. اكيد اكيد انا مش قادر اقول لكم الماتيريال بتاعته عامله ازاي. فظيعه تجنن وفي منتهى الجمال. حتى الحاجات اللي هي النازله دي في منتهى الرقه رقيقه جدا. خلينا نبدا نحن بعد بنعمل الشوز هيك مثل شو صغير ان كان انا حط علي او هيا. أيوة. لان كان في حدا مودلز رح تجي وحرم مثل ما قلت لكم تو مودلز لكن بسبب الظروف اكيد ان شاء الله بيكونوا بيتحسنوا صحيا باذن رب العالمين. فرح ابدا اول شيء بالميك اب باجز. طبعا عملت الديزاين حاولت تجيب كذا لون. في عنا لون السيلفر حطيت له الايفل اي.
هلا في ناس ما بتامن بهذا. هلا انا بالنسبه لي مش انه مامنه بالعين، لكن بحب ك يعني ستيكر يكون موجود، كتير حبيته. ويمكن ليندا موجوده معنا، شي ترايد هيدا الميك اب باج، وان شاء الله يعني في كذا لون رح فرجيكم الالوان الافيلبل. اي حاجه بالنسبه عايزين تسالوا على اسعار، عايزين اي حاجه انا احط لكم لينك بتول وتسالوا على اللي انتوا عايزينه. كمان صفحه الانستغرام اسمها شي محروف انجلش اور عربيك، الواتساب تشات موجوده بالبايو دايركت، اذا ضغطتوا عليها بتجوا لعندي على الواتساب وفيكم تسالوا كل التفاصيل. هلا في عندنا كمان هيدا الديزاين اللي هو لون الاسود، عملناها باللبس. كمان حطيت لها هاي الـ يعني هيك مثل زينة. طبعا نسيت لكم بقلب الباجز مثل طبقة خلينا نقول بلاستيك مشان الميك اب ما ينزع الشنطة. فهذا الديزاين الثاني واللون الثاني تحفة. انا على فكرة واخدة من كل واحدة واحدة حبيبة قلبي من جمالهم، انا واخدة من كل واحدة واحدة. على فكره انا الحاجات دي عندي من فتره بس مش راضيه البسها ولا بينها غير لما بتقول تكون معايا. جينا على اللون الثالث الموجود، في عنا لون الفيروزه كمان مع الابل اي، وكمان الماتيريال بقلبها نفس الشيء، هي بلاستيك لحتى تحمي الباج ما تكون تتوسخ من الميك اب. تم ترارارا تم تم. عنا لون الجولد نفس الشيء، حطينا له التوصل هذا الجولد كمان مع الابل اي، هذا لون الجولد. تم ترارارا تم تم. وعلى فكره الحاجه الماتيريال بتاعها انا اللي ماسكه بايديا، الماتيريال بتاعها ما شاء الله فعلا تحفه. عندنا كمان هذا اللون صاير يعني مثل اللايت بينك، في منه ما جبته معي، في منه البينك الغامق، وفي عنا هذا البينك اللون الثاني كمان مع اللبس والتوصل الاسود. وهاي غير تم ترارارم تم تم. ايوه غير هذوليك. ها طيب الله على الفيروزي، سمسمة عجبها الفيروزي. بصوا انا عايزه اقول لكم ان انا قبل ما بجيب بستضيف اي حد بكون انا استنوا كده، انا قبل ما استضيف اي حد انتوا عارفين طبعي بكون انا مجربه الحاجات الاول، وبقول لكم انا فعلا الحاجه تحفه كماتيريال كديزاين كشياكه كاسلوب تعامل. انا بس هخلي بتول تخلص اللي هي عايزاه عشان افرجكم الاوردر اللي انا طالباه جايبه لي شكله عامل ازاي، خليتني والله العظيم اعيط قبل اللايف. اتفضلي. عندنا كمان الايرينجز، حاولت يعني اجيب الايرينجز اللي هن الخشب وعشقي للخط العربي، حبيت حط العبارات الحلوه، مثلا هون حطينا حبك وكفى، فهي الود ايرينجز فينا هون يكونوا موجودين كمان وموجودين هون، لاني في تو موبايلز كمان في ديفرنت كلرز، عنا لون الاسود عنا لون الاخضر عنا لون البيبي بلو مع الدارك بلو، وعنا هيدا اللون كمان. تم ترارارا تم تم. سينا يا جماعة ذكرونا، انتو ذكرونا نعمل هالقصة. هاي عنا لون البلو، لون الازرق مع الدارك بلو والبيبي بلو. كمان في عنا ويبقى الحب عبارة تانية، خلينا نجي كمان على هيدا الموبايل. سنعود بعد قليل. ايوه فاصل ونواصل. ننقل شوي بقى على السترو باجز. هاي عنا شنط، بس هلا يمكن ما صار وقت البحر خلاص. شنط السترو باجز افيلبل بثلاث الوان، عنا هذا لون الازرق الغامق كمان مع البيبي بلو، وفي عنا كمان لون البيج مع الابيض، وفي بيج كمان لحاله.
تحفة. هل موجودين كمان؟ جننوا حبيبتي. بعد اذنك هتقول بس اديني شيء. بصوا في اللبس عامله ازاي. انت رايحه البحر كده تمام اوكي. دراعك بيوجعك زي شعلقيها كده حلوه شعلقيها دي دراعك. انا مثلا ساعات دراعي بيوجعني لما يكون شايله حاجات تقيله. حطيها على كتفك. هي بتاخد يعني طيب خليكي على البحر. هيا خليكي على البحر. خليكي على البحر. واو مظبوطة؟ ايه. ودي هلا هاي السترو هات هي كومبينيشن بين الرسم الرسم اليدوي من هون الرسم هذا بالخط يعني رسم وجينا عملنا معه امبرويدري يعني جمعنا بين الرسم الالوان مع التطريز وفي كمان نفسهم افيلبل انه نعملهم برينت كمان. طبعا البرايسز بتختلف الامبرويدري عن الطباعه تختلف بالنسبه للاسعار. حابين يعرفوا الاسعار ايه؟ الاسعار لما نحط اللينك هتشوفوا كاسألوا باتون. انتوا عارفين انا ما بقولش اسعار. بصوا هو انا عشان عامله كود شوفال عالي فال ال ال يلا بتكونش يا جماعة نحن رايحين على البحر. باي باي أشوفكم على الشط. طبعا فينا نختار العبارة اللي بدها تنكتب. يعني أنا مثلا عملت قبل names عملت أسماء شمة عملت names. هلا أنا هون اخترت عملت be happy حطيت مع العصافير عملت معهم عبارة be happy. ففينا نختار العبارة أو الاسم اللي بدنا إياها. وعلى فكرة quality الهات بجد ما هيش هات من بتاعة الأماكن اللي هي العادية. لا هات متعوب فيها والكواليتي بتاعتها. ليه على الانستغرام عامل زغليل؟ اوكي بصوا كواليتي فظيعه. شوفوا بجد الكواليتي بتاعتها تجنن. انا مش I'm not joking. فينا كمان بدل هون هاي فينا نحط الفلفت الاسود. واو فينا نحط الفلفت الاسود بتطلع كمان تحفه. طبعا بتطلع تجنن. ولون الكتابه يختلف كمان. ودي طبعا ممكن كمان يا بتقول نعملها للباتشلريت بارتيز لو واحده بقى برايد. طبعا مش انتوا خلاص كلنا متجوزين. انا بتكلم بقى على البنوتات اللي لسه هتتجوز. الباتشلريت بارتيز البرايدز when you want to make a bachelorette party for your friends you can order this one. So it will be amazing. Personalized with your name and the date of your wedding or whatsoever you are looking for. You can find it here and you can print it here with the colors that you like or the colors that you want. انا بتكلم بالانجليزي لان انا في شارع على جروب انجليزي فبالتالي لازم افهمهم انا بقول ايه عشان يبقوا شغالين كده. اوكي okay? خلينا بعدنا بدومين الامبرويدري. انا حاولت كمان الماسك. واو حاولت انه كمان اعمل بالنسبة للماسك كمان تطريز. فعملت هلا انا حطه ماي اون ماسك عملتها بالاحرف العربية. واو الشدات القصص. انا كثير بحب الخط العربي فعملت كمان هاي هون باترفلاي مع تو هارتس. فينا نعمل كمان الديزاين اذا حدا حب. فينا كمان نظبط الديزاين والكالر كمان بعد اذنك. بتوريهم كمان الانسايد بتاعها لان هو مختلف. اي هيك عنا مبطن. هو مبطن مبطن. وجينا هون كمان هاي هي من برا. انا رح فرجيكم كمان ماي اون ماسك. اوكي جودي. انا بس حبيت اوري المبطن لان التبطينه يعني مدياله ريتشنس غني. بس انا هون منزوعه ميك اب. عادي. جينا هون كمان عنا هذا الماسك. هذا اللي قلنا بالخط العربي حطيت حرف اسمي بتول والهارت والشدات. فينا نعمل كمان غير شيب. يعني انا عملت كمان غير شيبس بس هلا هدول حاليا الافيلبل. ما شاء الله حبيبتي. ما شاء الله. وعلى فكره فيكم تطلبوا منها الديزاين اللي انتوا عايزينه زي ما انا عملت. انا طلبت منها ديزاين وهي خلت اكيد جوزها جوزها يرسمه بايديه لان جوزها فنان ومطرب وهو اللي ملحن اغنيه برشا واسره فنيه من الدرجه الاولى. فانا لما طلبت منها الديزاين هي عملته لي. بدك بقى دوري. طيب دوري انا. ما لقيت الضغط. دوري.
ثواني بقى انا جايه لكم عشان اوريكم هي عملت فيا ايه وخلتني اعيط. لا حبيبتي لا. بصوا بقى مبدئيا انا طالبه منها اوردر. اي حد يعني احنا دلوقتي بقينا عادي يعني انا طالبه اوردر هيجي في كيس عادي وخلاص. بس بصوا بتقول لي بعت لي ايه جايبه لي الاوردر في ايه. هو طبعا مكتوب مقلوب بالعكس علشان شايفين وده فيلفت. اوكي كاتبه لي احبك وانا كمان بحبك وبموت فيك يا بنت قلبي. اوكي قبل ما افتح البوكس هوريكم العباره الناعمه اللي خلتني اعيط اللي هي كتبتها. بصوا رايح فين يا رضا؟ انا عم بتمشى. رايح تجيب امه؟ طيب. بصوا العباره انا عايزه ابينها على التو كانز. طيب هبين هنا وبعدين هنا. بصوا طبعا شرفت قروه عشان مقلوبه هقراها لكم انا. يا رب ما غلط. قلبها طفل وعقلها رجل وجسدها انثى. انها العزيزه الغاليه هايا التي لا تنسى لك مني كل الحب بتول. وده مش عشاني لوحدي. اي حد بتول بتعمل له اوردر بتكتب له عباره من قلبها لقلبه او لقلبك. شوفوا قد ايه رقيقه العباره بتاعتها. بجد انا لما قريتها اول مره يعني دمعت من كتر يعني الكلام جميل. نشوف بقى الهديه اللي قصدي الاوردر اللي انا عامله من بتول اللي هو تحس انه هديه اساسا مش اوردر. بصوا سيربريز. اول حاجه انا طلبت منها عبارات تركي للهاند تاولز اللي بتتحط في التواليت تمام اللي احنا بنغسل بيها ايدينا يعني بعد ما نغسل ايدينا ننشف فيها. اول واحده عشان ده تراديشن يا جماعه احنا مش بنؤمن بالعين. انا بقولش عين ومش عين بس ده تراديشن فاهمه اللي هو حاجه احنا بنحب شكلها وليس ايمانا بالعين والخمسه والسته والحاجات دي كلها تمام. الصور بتزعل. ليش حبيبتي بتزعل عليا؟ بتزغلل والله. لا هذا طريق قديم من زمان فعلا. طيب بصوا اذا عم بتزغلل يا جماعه لهلا ارجعوا اكتبوا لنا بليز بكام الشنطه. نريمان هحط لك الاكونتس بتاعه بتول وانت خشي اساليها. وهي قالت في الانستغرام بتكبسوا على الزر بتاع الواتساب بتفوتوا على طول على الانستغرام الواتساب بتاعها بالبايو. بصوا مكتوب هنا عافيه توصل. عافيه توصل يعني بالف هنا وشفا او بالهنا والشفا. شايفين؟ ايوه ده بقى اللي انا طلبته من بتول اللي هو الراقص الصوفي. شايفين؟ قلت لها يا بتول انا عايزه الراقص الصوفي. فراحت ما جابتوش من على النت خلت جوزها يرسمه بايديه وبتبقى نهايته ورده. واخدين بالكم نهايه السكيرت بتاعته ورده. ورده ورده للحلوين وميله لك انا فكرك عايش لمين عايش لك بحلف بنور عيوني وغرم ليلي وجنوني صارت حياتي مرهوني بامرك يا ملاك. طب انا اقول ايه في بعد ما قيل كيف نقول بعد ما قيل ما قولة. الله يخليكي. في عنا هلا وكمان عايزين نغير العباره. هاي اوكي عشان نغير العباره انا ما بعرف مش انا دي بقى الثانيه مكتوب فيها هوش جالدنس يعني اهلا وسهلا بيكم في بيتنا او اهلا وسهلا بيكم لما حد يكون جاي بيتك انت المفروض تقولي له خوش جالدنس يعني حللت اهلا. هوش يعني حاجه حلوه. جالدنس جيتو يعني انتوا حللتوا اهلا. تحفه شفتي يا امل تجنن صوتك بيجنن. اسم الله الله اكبر يا سمسمه فعلا صوته يجنن ما شاء الله عليه حبيبي يعني صوته جميل ما شاء الله ربنا يخليك له. قلت لي معنى هي خوش جالدنس اهلا وسهلا او هوش يعني حاجه حلوه. جالدنس جيتو اتفضل. اهلا وسهلا شرفونا حبابنا اهلا وسهلا شرفونا حبابنا. يا هلا يا هلا نورتوا يا جماعه كل شخص موجود باللايف منور. بجد انا مش قادره يعني تغني مقطع تركي.
كل عم نحكي عن تركي. طيب نجيب دي، ده اللون الثالث، انا وريت كل الالوان صح؟ ده بقى اللون الثالث برضو الراقص التركي، هي عامله لي من كل عباره ثلاث فوط، انا طالبه ثلاث فوط من كل عباره. اوكي البراون والكريم والجرين علشان ده اللي بيليق مع الاميونس بتاع بيتي، فهي عملتها لي. بس العباره دي ايه بقى؟ العباره دي ايفيميزا هوش جالدنس، يعني اهلا بكم في بيتنا. ايفيميزا اور هوم هوش جالدنس، اهلا بكم زي ما قلنا قبل كده. سو so, يلا ما تركي. في تركي يلا بنعطيكم تركي يلا. دو يو دوم كي بيريار الموش سنا اشكن زهر الموش بنا سيدان جهنم كلب مسكن اولدوما هم روم دميونا ياندم 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 الله بني السنة كستري قادر يهضم. حلوه الاغنيه. الله يخليك يا رب. هابت وهنعمل ايه دلوقتي؟ إيه هلا فينا نحكي شويه عن الكوشنز؟ يا ريت يا ريت على الجمال. كمان جينا على الخط العربي، ضلينا بهذا الدومين، كثير بحب الخط العربي انا لان هالخط عم يندثر، فانا حاولت انه نحاول نرجع منه. هلا هون ما بعرف تطلع صح الكاميرا بدها تقلب الكاميرا الخلفية. لا معلش انا بقول لكم شو مكتوب هون، مكتوب خلي لي مزاجك رايق. فهون عنا فيلفت، ومن هون في عنا الساتان، وطبعا كمان التوصل المعلقة فيها. انا عايزة اقول لكم الخامة بتاعتها في منتهى النعومة والغنى، مش انتي ماسكة حاجة عادية، لا سو ريتش، فعلا غنية. كمان هو مكتوب امل حياتي نفس الشيء. انا يعني لبستهم، هنا انا بعمل الكفرز بس حطيت مشان يبينوا انه كوشنز على اللايف. اللايف الماتيريال بتاعتهم تجنن، اللايف بيقطع بيقطع هون كمان. ليش بتقطع حبيبي؟ طب انا اشيلها كده نشوف. طب ممكن بعد اذنكم تقولوا لي الاخبار ايه؟ نريمان عبد السلام بتقول انا خريجه خط عربي. اوه ما شاء الله حبيبتي، معناتها بتقيمينا الخط كيف شفتي. جينا هون كمان عباره ستان، طبعا هذا عباره امي جنتي، كمان اخترت اللون الجراي، طبعا انا عملتهم سامبل، واكيد فينا اي حدا يقدر يختار. الصوره مش تمام برضو لسه. الصوره مش تمام، بزغلل يا هيا. حاضر انا شايفه في هنا حلو، معلش ثواني بتول انا عيدهم تاني. هم لسه كمان دلوقتي ليه حبيبي؟ وانت باصص فين؟ ده انت باصص جوه. ثواني يا جماعه، هيا يا جماعه من فضلكم قولوا لي كده اوكي ولا ايه؟ انا قفلت البتاع خالص، شغلته على الواي فاي. بصوا كده قولوا لي ايه الاخبار، ممكن تردوا عليا؟ اوكي كده اوكي تمام. طيب عشان كمان بنكفي هون بقصه الكوشنز. كمان هون عباره امي جنتي، كمان الساتان، فينا نختار طبعا اللون اللي حابينه للفرش اللي بيناسب البيت عندكم، مع كمان العباره اللي انتم بتحبوها. واخدين بالكم؟ عايزه مثلا تكتبي ساره، قصدي ميمو، زوجي قره عيني، تكتبها لك عادي مفيش مشاكل. عندنا هون كمان روحي تحبك، اخترت هالعباره، فينا مثل ما قلنا اي لون اللي حابين يصير.
هذا خط الديواني من احب الخطوط على قلبي. هي الديواني جلي ديواني مظبوط كثير حلو يمشي كده. جد اللي بيعرف بالخط العربي بيعرف ايش معناتها الكلام بالضبط. هلا فينا بقى ننتقل للشوز ولا بنعمل بريك شوي بغني من ولا نروح على الكريسماس؟ لا في حاجه الاول شو حبيت الهديه اللي جبتيها لي؟ صح 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 صح. فين فين الشنطه؟ شنطة فريدة. شنطة الهاي؟ لا شنطة هي اللي بتاع فريدة. ما بعرف وين ما عطيتي اياها. طلع ما في جينز هون. جينز شو جينز شو؟ شنطة جينز جينز صغيرة. هي ما حبيتش انها تخش علي البيت بقيتها فاضية. رغم ان هي عارفة ان انا ما باخدش هدايا ولكن قالتي هيا حاجك حكي. فيلي بقك يعني. صح؟ صح؟ فيلي بقك. ايوه سكت امك. بص بقى عملت لي الشال الفظيع ده الناعم ده يجنن هينطق اي لبس هتلبسيه والله مش بهزر. انا عايز امي جنتي وعايز لون احمر الاهلي احمر الاهلي حديد. انا عايز امي جنتي وعايز لون احمر الاهلي حديد. فايدة زوجي. عن جد بدك؟ حاضر. بصوا وفيكي بقى تختاري اللون اللي انت عايزاه. بصوا الجمال. نقرا العبارة. نقرا العبارة. إني عرفت من النساء قبائلا لكن كرسمكي لم تجد ألواني. بصوا الكلام. بصوا الرقة. انا مش قادره اصدق على جمال الاحاسيس اللي في الكلمات اللي هي كاتباها. وامبرويدري وتقيل مش حاجه يعني معموله بسذاجه لا بروفيشنال. من زمان يا اخت مريم بتجنن اختها يا ولو ايش ما شاء الله عليها يعني من ذوقك كمان من ذوقك. يمكن مريم لا مريم معانا شلونك شلونك عادي. دي بقى هديه بتول لفريده اللي هي I love you. I هنرجع نقول احنا مش احنا مش من بنؤمن بالآي على قد ما احنا بنؤمن بربنا. احنا بنؤمن بربنا مش بالآي ولكن ده ديزاين احنا بنحبه. بصوا خفة الدم I love you لبنوتة صغنونة تحطها كروس باج whatever ما هي بتحب تعمله. وممكن تقولي لها على اللون اللي انتوا عايزينه والديزاين اللي بدكم اياه. هذا كمان رسم يعني بالالوان رسم بالالوان واخده بالك واخدين بالكم ده مش امبرويدري ولا طباعه. باين جدا انه رسم ايد لانه رسمه الايد بيبقى فيها شويه صح ما بتعطي 100% صح. فمعنى كده انها اتس ا بيس نوت اونلي ا باج. شايفين هنا It's a piece. يعني انت عندك piece مش هتلاقي حد تاني عنده زيها. وممكن طبعا نعملها على كبار صح؟ اكيد اكيد 100% بس كده. شايفين ده؟ ده بتاعها برضه انا اقتنسته منها المرة اللي فاتت هو واخوه. طيب تحبوا دلوقتي بقى تسمعوا بقى رضا في الحاجات اللي محضرها لنا ولا ايه؟ ايه رأيكم؟ شو رأيك نخلص الكريسماس؟ حاضر عينيا لاني عنا فقرة شوز كمان. حاضر ده اوردر انا برضو طلبته من القمر بتول هدية لواحدة صاحبتي غالية قوي على قلبي علشان الكريسماس بتحتفل بالكريسماس فعملته لي برضو بالجمال ده. ونفس الحكاية مكتوبة عبارة بس انا مش عايزة اقولها على الهواء علشان دي تتفاجئ بيها. مكتوبة عبارة على الكيس. نشوف بقى المفاجأة المستخبية في قلب الاثنين دول. ثلاثة ايه سوري هما اتنين وفي مفاجأة مستخبية. صح انا هبين هوريهم مفاجأة وانت توريهم. طيب ولا توريهم انت مفاجأة. بصوا بصوا القمر بصوا القمر والشو كمان رسم ايد هذا بعد كمبيوتر بعد امبرويدري. شايفين انا معلش بجيب كده شوية عشان هنا في ناس تانية بتتفرج معنا ممكن يجيبهم كده عشان يشوفونا. بصوا بصوا الشغل وجماله والتاسل حاجات فعلا يعني انا بتكلم انها فعلا حاجات
متكلفه ومدفوع فيها والديزاينات تجنن رسمي ايد. يعني لو حد طلب واحده تانية مش هتطلع، ممكن ما تطلعش نفس الشكل، وممكن عشان اتحطت على الكمبيوتر تطلع نفس الشكل. وهذا الديزاين مش موجود على النت. يعني انا اي ميك ات، يعني هون مثلا هاي عندك الرندير لحاله هذا، حطيت معه السنومان، حطيت معه التري، يعني عملت كومبينيشن كان اجواء كريسمس. تحفه تحفه. انا قلت انا قلت لها ممكن اضربها وما اديهاش هديه لصاحبتي، انا هديها من جمالها. هنفكر في الموضوع ده بعدين. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas and a happy new year. جينا كمان هذا عملنا السنومان، هذا الكوشنز 40x40 لقياس. طبعا في كذا قياسات. هلا كان مع حياة كان قياسه 50x30 سنتيمتر، فهاي بتكون يعني مستطيلة نوعا ما. وبعدها هون هدول مربعات 40x40. متخيلين الشكل؟ خلينا نحط نشوف الفرق بين 40 وال50 وال30. دي بتتحط في النص وجنبها الاثنين كوشنز دول. صح. واللي عنده مثلا الكوشنز بقلبهم فيه يعطيني السايز اللي عنده اياه بالبيت، انا بعمل لهم اياه على قد السايز. فهمتوا؟ اكيد طبعا فهم. سمعتوا قصدي. وهي كمان عنا قطعة تانية للكوشنز كمان. كمان هاي بالعكس. خلينا هي من بين اصلا كلمات ما يعني بالعكس هي اوريدي تبين بالعكس. عشان احنا عاملين كاميرا عشان نشوف نفسنا. كاتبة فيها ميري كريسمس بجد يدوخوا العقل. نبص بقى على الفوط الهاند تاولز. والله العظيم لولا ان انا جايباها على اسم صاحبتي اللي كنت خدتهم. انا بحكي بالله عليك غير ولا يهمك. بصوا الجمال. خلينا بصوا بصوا الالوان حلوه ازاي ما شاء الله. بتقول ممكن حضرتك تتكلمي على شغلك؟ اكيد. وانا اقف جنبك احط الحبه. كمان هدول الفوات يعتبروا يعني بنحطه بالباسكت وقت بيجينا فيزيتورز على البيت وبالباسكت بنحطهم استعمال يعني بينشفوا وتحطوا على الطرف البيزيترز. فانا هذا قياسه 30x30. عملت كمان على التاول اللي هي كمان السنومان. عملت الاجراس. شوفي الالوان تجنن ما شاء الله. دينغ 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 دينغ. عبرنا الجرس. عملنا هون الكانديز الستيكس اللي بحطوهم كمان. بس شغل عملنا هيدا الديزاين. وعملنا كمان الكريسماس تري. انا جايلكوا حالا بس بوريكوا الفكره. يلا حبيبتي تفضلي. سنعود بعد قليل. نورين يا جماعة. بس عم نظبط لكم قصص هيك وهذا. خلص. بصوا. هو ده الباسكت المقصود. شوفوا. ده طلعت منيح على هاي. والله ما في ملقيت ملقيت. بتجنن. هلا بعدها. وده الناحية الثانية. انا بس عشان ده الباسكت بتاعي فانا هو اوريدي مليان فعشان كده مش قادره اوريه لكم. صح. دي طبعا بقى ما نحطش الالوان بالطريقه دي. نحط ابيض احمر اخضر او احمر اخضر ابيض علشان يبقى شكلهم لطيف. انت عامله ديزاين حلو في بيتك للضيوف لما تيجي او لبيتك او لجوزك او لعيالك او لاي حد، لنفسك حتى انت عامله ديزاين جميل. اوكي. كمان احنا بالسكشن التاولز كمان في عنا عبارة بالخط العربي نورتونا. يعني هاي كمان هاي واو جميلة نورتونا. وعنا هاي شرفتونا ما شاء الله تحفة. ايه كمان يعني فينا نختار الكالرز لل يعني لو فينا كنا عطيناه كل بشاكير من لايف بمعلومة وينا يعني نختار اللون اللي بدنا اياه يعني نختار العبارة اللي بدنا اياها ودفنتلي نحن فينا نعملها بإذن الله. يلا رضا it's your turn. هلا
هلا هنرجع تاني مع في حدا رضا. الله يخليك. في حدا طلب لجورج وسوف وقتها. جورج وسوف وفاضل شاكر. فاضل شاكر. اوكي يلا هاي لجورج وسوف. الذهب يا حبيبي بضل ذهب مهما قالوا عنه الدهر انقلب، والعتب يا قلبي عاد المحبة مع ما بيستاهل شو نفعه العتب. الذهب يا حبيبي بيضلوا ذهب، عرفوني عدرو بالليل عم بجن جنوني، عم بدق ابواب الليل يسرق النوم من عيوني. حرام شو مساكين هني وحده اللي مجانين، حرام شو مساكين هني وحده اللي مجانين، وانا الحمد لله دقوا على الخشب. دقوا على الخشب يا جماعه. العتبي يا قلبي عاد المحبه مع الما بيستاهل شو نفعه العتب. الذهب يا حبيبي بيضلوا ذهب. تفضل يا ذهب تفضل. ماما هي الذهب بشرط. انتوا والله يعني انتوا الذهب، جوهرة المكان النهارده. الله يخليكم. طيب دي يا ليندا كانت لعيونك، اغنيه جورج وسوف كانت لعيونك. اوكي دلوقتي سمسمه بتقول الله الله ما شاء الله. عندنا طلب السكارف تحفه يا هايا، لونه جميل ميرسي عليا. ده بتاع بتول برضو. بصوا انا مش عايزه اقطع عليكم حبل افكار رضا، بس بوريكم الحته دي. انا ما بدور لسه، بالعكس. اوكي هوريكم اللون الثاني بعد اذنك يا بتول. ايه اكيد. انا اخدت اللونين، انا اشتريت اللونين. بصوا ماتيريال بتاعته تدوخ 90 في 90. ماما هي بعتته الطبع في جريس، صح؟ صح، في جريس بعتته الطبع في جريس، عملت الديزاين والطبع في جريس وجه. بصوا شوفوا ده ساتان. صح يا صح، ساتان مات بلا لمعة. ساتان مات بلا لمعة، وبجد ناعم مش هقدر اقول لكم عامل ازاي. اتفضل يا رضا. يلا هاي الغنية ماما انت بتحبيها. يلا حبيبي. ما رأيت ليالي ولا لي يوم ما طليت، زعلاني وصار لك مدي او لك بدان القدي، يا خوفي اسود قلبك تكبر كل ما الوقت يطول. تعرف يا غالي من ليلة فليت، بشوفك ليلي حدي جاي وجايب لي وردي، بتكي راسي عكتفك وبغمض عيني بقول، بغمض عيني بقول حبيبي يا حبيبي انا اشتقت لك، انا بحن لك مثل شمع على غيابك انا عم دوب حبيبي يا حبيبي. سهر عيني بهون علي، إذا بعرف نتراجع بعد الغروب. هاي لفظ الشعر. ايه كمال ده؟ شكراً لك يا هيا. شكراً. بصوا يا معجبين يلا قاعدين جوا في قط النوم، لما بقول لكم جابوا لي وردة تقولي لي وردة اللي نجيبها دي. نجيب لك ايه وردة؟ نجيب لك حاجة تانية. وردة ايه؟ انا بحب الوردة حتى في الاغاني، اقول وردة انا رومانسية بموت في الوردة. الله يخليك يا والله كلك والله كلك والله. ده ايه ده صوتك ما شاء الله، مش صوتي انا، مش كلامي انا، كلام الناس. بص صوتك ما شاء الله، الله يوفقك. الله يخليكم الله يخليكم والله كلكم ذوق يا جماعه. شكرا على كل تعليق حلو هيك، ما شاء الله منكم انتم الحلوين والله، منورينا اكيد. تامر حسني مقطع صغير معلش. يلا يا استاذ ابراهيم تامر حسني.
نسيني ليه بتتعب قلبي وياك ده ما يهونش ابدا علي انساك تعال لومني ريح قلبي وارتاح تعال يلي نفسي في حضنك ارتاح. هاي بس مقطع صغير ما شاء الله ما شاء الله سكر محلي يلا خلينا بالمود غنيناها سكر محلي ما شاء الله حاجه ثانيه غنيناها هلا بنظبط بنظبط تعالوا انتوا على الساحه شوي نظبط حاضر اتفضل طيب شوفوا عايزين ايه تاني علشان يغني لكم رضا نفسكم تسمعوا ايه لهنا او هنا يعني على الانستغرام شوف على الانستغرام او على الفيسبوك يا جماعه شوفوا عايزين تسمعوا ايه الرضا قولولي قولولو 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 الحقيقه صوتك حلو ما شاء الله شكرا لك from the other side لا بلا اجنبي هلا غير اجنبي لا يسمعوا انا بسمع تسمع اجنبي طيب يلا مقطع يلا So hello from the other side I must have called you thousand times To tell you who I'm sorry For everything that I've done But when I call you Never seem to be home anymore Whoa, whoa! شكرا 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 انا متاكده انك لو غنيت مقطع لام كلثوم حيبقى جميل اكيد هلا بغني لك لام كلثوم اكيد تمام تفضل تحب تغني لام كلثوم ولا ترتاح شويه على راحتكم انت شوفوا على راحتك انت شو نحب شوفي لام كلثوم يلا شوفي لام كلثوم ساعديني انت امي بدك تغني شوي بدي يا جماعه وسيله مساعده لام كلثوم بيسمع لام كلثوم نرجع نختم بام كلثوم الطرب بالاخير بالضبط كده بالضبط سوري يا ماما ايش بتحب تغني شوفي سوري خليكم سوري خالك عفوا طيب يلا الا يا اله الكون عني الا يا اله الكون عني حني ظهري مثل قوس الرباب لك صوت ربابا يبكيني هونك يا ابو الرباب وعنيني يذكر بعنيني يوم الفارق تحبابا عيني يوم الفارق تحبابا شكرا لكم يا جماعه تعليقات حلوه شكرا كثير لكم ما شاء الله منورينا اكيد فردا فردا يعني ما شاء الله عليكم تفضلي اخت هيا المايك معك والساحه لك متشكرين على فكره انا صوتي حلو ممكن اغني لكم وابهركم دلوقتي يلا بليز لا الجماهير الباباراتي دي بيروحوا كل حته ليش متقدم في البرامج بتاعه الاغاني ان شاء الله قريبا يا اخت ساره ان شاء الله ان شاء الله باذن الله وانا زي ما قلت لكم اللي ما حضرش معانا من الاول ان انا متوقعه له مستقبل كبير جدا وجميل جدا ان هو بيجتهد وبيشتغل على نفسه وبيتعب وبيحاول انه يوصل واي حد بيتعب علشان يوصل في النهايه بيوصل لكن اللي يقعد ويستنى حد يتعب له ده عمره ما بيوصل فهو بسم الله ما شاء الله ان شاء الله باذن الله هتلاقوا رضا عرب ده في يوم من الايام اسم كبير قوي ان شاء الله وهو يجي بقى في يوم من الايام لك رضا فاكرني يا بتقول انا لسه اتكلم رضا الله يخليك معقوله حدا ينسى هيا حبيب قلبي ربنا يخليك يا رب نبتدي نشوف على فقره شوز اوكي طيب اتفضلي انا بحطهم على كتفي يلا انا بحطهم لك واحده واحده هلا رح نبدا بالشالات طبعا انا قصدت انه ما اعمل بالاول سايزز ما بدي ادخل بمتاهة السايزز فهذا يعني مثل الكفتان هو بيكون فري سايز تحفة طب بس رجعي الطرف ورا فهيدا الماتيريال ده مخمل صح؟ اي مخمل صاير مخمل مع ناش ما شاء الله فهو هيك ديزاينه فري ومن ورا بيكون قصير ان
وفي فرافيش كده حلوه قوي ده ما خفيف. طيب جينا كمان هلا باعتبار الشتاء على الباب. طبعا هذا هيك اذا حدا طالع سهره لبرا فيه يحطوا هيك على الكتاب من ورا على رسمة الطاووس. لا مش مبينة انا هجيبها لك ثواني يا جماعه فينا نقرب لهم اياها على الكاميرا. بصوا رسمة الطاووس قد ايه شيك. بص الماتيريال وده مخمل اللي هو لما تلمسيه كده تحسي انك عايزه تنامي. يا الله على الجمال. قولوا لينا الاسعار بليز. والله العظيم الاسعار ان شاء الله بتول هي اللي تقول لكم ان شاء الله انا بعد ما نخلص اللايف باذن الله. يا دل يا دل انا ما شفتش ده قبل كده. عندنا كمان هيدا من ورا كمان مخمل. بصوا الالوان باينه صح؟ كمان من هون. هلا انا جبت بصراحه جبت لكم ستيكرز اللي بيحب يختار الستيكر اللي بده اياه. مثلا فينا نحط هاد فينا نحط شكل العين مع الدروبس ما شاء الله. وفي عنا قصص تانية يعني بنظبطها. طيب وريهم بقى يا بتول الدايم انكور. بصوا الجمال. بصوا الالوان تحفه ازاي. بتاخد العقل والله العظيم بتاخد العقل. بصوا البوادو روز اللي على الصدر ده بوادو روز باين شيك جدا وراقي وتقدري تقعدي بيه في مثلا اي مكان رايحاه كسواري على كتافك يجنن ما شاء الله. في وحده طلبت كان بدها طويل منه. هذا عنا تفضل. الله هلا جينا على غير ماتيريال اللي هي ساره مثل على جورسي من تحت هيك عملت له هذا الديزاين انا من تحت ومن ورا كمان جانا الخط العربي. انت الحب ولا الحب كله؟ انت الحب. انت الحب. انا اسفه. تقدري تحطي اللي انت عايزاه. انت الحب مش طايقاك بحبك يا عمري لا تطلع فيني لا تطلع فيني ما تبصليش بعين راضيه بس اللي مدفوع فيا. هذا الماتيريال خفيف جورسي صاير وعملت له هذا هيك الحركه من تحت يخجل. انا من المره اللي فاتت لما جيت عملت الميتنج انا وبتول والله العظيم رولا انا خدت حاجات كتير كنت خدت بقى انا قلت لك انت مش هتعملي حاجه والله حبيبتي ميرسي يا قلبي ازودلي اياك بجد تحفة وخامته تجنن. عايزة تاخدي حاجة مثلا لماما في عيد الام عايزة تاخدي حاجة لنفسك بجد ينفع ناس صغنطتين وينفع ناس كبار. احنا اللي في النص بقى لك بصغنطتين ولا كبار. بسم الله ما شاء الله ايه الجمال ده الحق اللي جاي ده. هاد كمان عم هذا بيلبس اللارج والاكس لارج كمان. طبعا عملت له هذا الديزاين انا على الكمام ما شاء الله حبيبتي. شايفين بصوا لكم عامل ازاي باين عايز تلبس ايه ايه عادي. وهون من ورا كمان عملنا له هيك الحركه هاي مع هيك البولت ده بقى المحجبه تلبسه على بيزك على الجينز على اي شيء على الجينز او ايه. او بيزك دريس بكم طويل مش محجبه اللي زي بس لو رفيعه تلبسه مثلا على بنطلون ضيق مثلا وعليه شميز من جوه على سكيرت يتلبس على سكيرت وتقدري تلعبي في الوانه لان هي حاطه لك الازرق التركواز ممكن تلبسيه كبلاك ممكن تلبسيه تحطي دخلي فيه حاجه تركواز ممكن يبقى الاكسسوري هو التركواز زي الاكسسوري اللي انا لابساه ايه انت لابستيه هيبقى يعني بجد تحفة وكفاية التصميم بتاعه والتاسلز يا جماعة مش عايزة اقول لكم قد ايه جميلة. اتفضلي نورك يا خالتي نورك خالتي موجودة على هلا انا مالي موديل يا جماعة بس انا عم فرجيكم انه كيف فيه هذا يلتبس على الجينز بصوا يلتبس على مثلا بلوز كمان واتيفر قربي عشان توريهم لكم. بصوا بكم شايفينه كويس. بصوا هنا قلت بصوا ده لولو تقريبا لولو صغنن سكر ايدك ايوه مشان هذا ايوه
مع لولو مع ستراس وخرج النجف وصدف. ده صدف مش ترتر بروبرو، لا ده صدف. وبصوا الظهر تبقي مميزه باي حاجه تلبسيها، بلبس اللارج والاكس لارج ما شاء الله. فينا نغير المقاسات لو في حد عايز اكبر حد عايز اصغر فينا، بس انا قلت لك يعني ما كتير دخلت بالسايزز بخاف ما تزبط. طيب بس تمام. هذا انه اللارج والاكس لارج تمام اوكي. في مثله على اسود. بنوركم يا جماعه، انتم منورين، شكرا كثير لكم. انا بس هيك معلق برد على التعليقات لانه ما شاء الله يعني المودلز المودلز شوي هيك مش فاضيين. هلا الاسود ما راح البسه، نفسه قريب عليه. حرام عليكي، لا طبعا تلبسيه، لا 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 مش هطلعها، ده راح اجزاها. ده بالاسم تقول لك ما فيني البسه، ده انت ما كنتيش لبستي الابيض لبستي الاسود. اكيد بالعكس ما شاء الله يدوخ. هتشوفوا دلوقتي، انا متاكده انكم كلكم هتتجننوا. صبرا صبرا. بنورك يا اخت نادين، بنورك. واو واو ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. بصوا بعد اذنك قربي شويه. بصوا تي را 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 تي را 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 را. بصوا ما شاء الله، بصوا الأجنحة دي على فكرة طالعة موضة جدا جدا جدا. أي موضة هلا جدا تحفة. ده معمول كله بال بالشغل. وهذا هون ستان، ما عجقته هون، عفتوه ستان، في شغل من ورا صح من ورا. الذوق أهم حاجة، يعني هي عشان عاملة ده من ورا في شغل كتير، فمن قدام عاملاه سو سيمبل، ما فيهوش حاجه غير بس الخط الساتان ده هو عشان الكلوشي بان. بجد في منتهى الشياكه والجمال. اللي عايز اي حاجه هحط لكم اللينك بتاعها بتاع بتول على الانستغرام وعلى الفيسبوك وعلى التيك توك، وهحط لكم لينك رضا وبابا وماما وسوسو تودو وانكل وعمو وكل الناس. تسالوا اسالوا اصحاب الشيء عن اللي انتوا عايزينه. اوكي يا رب تبطل تجيب حاجات حلوه الست الصغنونه هناك دي يا رب. اكيد اكيد يا اخت نادين. يلا هلا شوي. واو ما شاء الله حبيبتي، ما شاء الله ما شاء الله. كمان عنا هذا البينك لونه يجنن ما شاء الله. فرجيهم كم الموبايل مو مفتوح. ما شاء الله نفس الكف اللي هو فيه الوان. وهنرجع نقول تاني والله العظيم برنامج ضد ربنا، بس ده ديزاين وطالع موضه. اوكي ما شاء الله فعلا تحفه. ثانك يو يا حياتي، تسلم ايديكي. الله يسلمك. ده لسه في حاجات ثانيه هتيجي دلوقتي. ابراهيم ابراهيم من فضلك هات مجري الطباعه لو سمحت، طباعه الاي 4. كل ما اقول لجوزي معلش انا عايزه اخش ثانيه واحده اجيب لك الاي 4 نطبع. ما شاء الله ربنا يحفظكم كل شر وسوء. يا الشياكة والأناقة والألوان الله أكبر. هلا هون أنا عملت اللونين اللي هن الكحلي الدارك بلو مع الجرين. كمان حطيت هون على الكمام التاسلز ومن ورا. طبعا أنت لو مش حابة إن يكون في كف أو العين نحط اللي أنت عايزاه. أكيد أكيد. كلمة عربي وتقدر انت عايزاه هي هتعملهولك. والماتيريال بتاعته نفس الماتيريال ده، ناعمة وجميلة جدا. احنا منتظرين لك. يلا يا مودلز تأخرتوا على العالم، ها بنقطع الراتب بعدين. شفتوا شفتوا بصوا جراي كمان هذا لون الفضي الفضي مدي على فضي شوية. بص ان هو جمال نفس برضو الماتيريال. اي نفس الماتيريال. نعمة وحلوة ومتخربش ولا حاجة. غيره فضل رضا اطربنا. يا لطيف يا لطيف يا لطيف. يلا حاسس بنصيبة جاية. هذا انا طولته شوي من ورا طولته شوي من ورا كمان هاللونين تحفة يجننوا. رضا شو انا ماني على، لا 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 انا ما عم بجهز على
عنا لون كتير هاللونين مع بعض تحفة كتير حلوين وانطلبوا ويعني كتير مشيت منهم هاللونين ما شاء الله سبحان الله وبعرف كتير وهون بصوا من ورا برضه ونرجع نقول اللي مش عايز نغير نحط الحروف العربي نحط اللي انتوا عايزينه الراقص الصوفي اللي مرسوم بالايد وتكتبي عليه الرسمه اللي انت عايزاها قصدي تكتبي عليه الكلمه اللي انت عايزاها ما شاء الله ما شاء الله اللون اللي بسموه الزيتي الزيتي ستان كمان انا ضعيفه جدا من ده الستان على فكره والله طيبه جدا بموت فيه شيك قوي شفتوا الشياكه ما شاء الله هذا شافوني فيه باللايف الماضي هي كانت جايه لي لما كنت لما جت لي تزورني ونعمل الميتنج قلت لها معلش انا اسفه وخدتها حته حته طب ممكن اصور الحاجه قالت لي اوكي طب ممكن اصور بس الشغل قالت لي اوكي طب ممكن اصور اللي انت لابساه في راسك قالت لي وبعدين بقى برضه قالت لي اوكي كمان ستان واو الكيمونو يجنن ايه عملت كده تحفه ما شاء الله تحفه وقماشته ناعمه يتلبس على جينز على بيزك اسود على بيزك احمر على اللي هو النبيتي طبعا والمرام حطيت له هيك حركه تحفه تحفه يجنن بجد ثانكيو حبيبتي شو بعد هلا هون هدول شوي بدي افتح رضا ساعدني شو خلاص شو. انا هساعدك بس رضا يغني بقى وانا اجي اساعدك اوكي ايه رايك ساعدك انا لا شو رضا انت احكي شوي معي طب انا احكي شوي اوكي مع طيب صبايا. ايه رايكم بقى في الحاجات الحلوه اللي شفتوها هل فنجان قهوه مع هيا بتنتظروه من الاسبوع للاسبوع زي ما انا بنتظركم من الاسبوع للاسبوع ولا لا قولوا لي انا بنتظركم من الاسبوع للاسبوع ساره بتقول اللون ده يجنن كلهم حلوين ما شاء الله وعد المصري صاحبتي حبيبه قلبي وعايزه اقول عليها مش صاحبتي بس لا اختي من فلسطين وهي اساسا قاعده في تركيا بس انا عايزه اقول عليها اختي لان انا بحبها قوي هذا طب احنا ما شفناش وشفتيش ايه يا ساره يا روحي ارجعي لللايف اللي فات وانت تشوفيه اللي هو تلاقيها هعمل لك عليه منشن حاضر ما شفتيش ليه ما تشوفيش لايفاتي انت ليه انت بالذات تشوفي اتفضلي هذا بسم الله ما شاء الله يا سعيد طيب ايه ده هذا عباره عن الشيفون مع تحته مثل الشيفون ده شيفون وعليه من فوق ستان ده يشبه الكفتان المغربي يا سلوى بس فينا كمان نضيف على ظهره شيء هذا نايت ياس كبير شوي طلبك كده شكله كده طلبك تحفه يا هيا انا عاوزاكي كل يوم مش كل اسبوع حياتي مين اللي حلو دي عليا عليا حاضر يا عليا تعالي لنا احضري معانا لايفات الساعه 3 الفجر بنعمل لايفات 3 الفجر بالليل كل يوم تعالي احضري معانا ولما بنلاقي بويز بنعملهم بلوك على الهواء بلوك وبلوك شفتوا الكفتان اللي كان مش كفتان سوري شفتوا ممكن تقولي عليها عبايه ممكن تقولي عليها كفتان مغربي هو بس ناقصها لو جت الطرطوره اللي ورا عشان تبقى كفتان مغربي بس فعلا تجنن كديزاين في منتهى الرقه وسو سيمبل وهادي وممكن تحطي عليها اللي انت عايزاه من ورا انا شايفاها ورا الكاميرا بتلبس حاجه يا ابراهيم مش عارفه اعمل ايه في نفسي جيب المطبعه بصوا الجمال بصوا انا ضعيفه جدا قدام اي حاجه سودا واو واو وكلها تسلس مش حته واحده بس بصوا الجمال ونازله ديجراديه مش كلها مقاس واحد متدرجه على الصدر وعلى الظهر باينه ولا مش باينه لا لا باينه بس دي انداري شو ايوه عندها بصوا انا من ورا كيف ازاي يسار ايوه بس هون ايه رايكم في القمر ده ايه رايكم في محلاه سمسمه بتقول لك محلاه حبيبتي تالا راشد مين يقدر يساعدني على دفه قرض بالاردن ايه ده في ايه مش عارفه ثواني نعمل بلوك دي. ما بحبش الحاجات دي
اوكي شفتوا الـ 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 الاسود ده بقى يتلبس صحراء، يتلبس ابريمي دي، مش لازم صحراء، مش لازم يكون رايحه صحراء، بس ده هو ما هواش صحراء قوي، هو يتلبس ابريمي دي يعني افترنون في المساء، يعني لو رايحه في حته في المساء تلبسيها في منتهى الشياكه. محجبه يلبق طبعا، غير محجبه يلبق. اتفضل. هي منطق بتعمل فيها كده ليه يا معلم؟ منطق بتعمل فيها كده ليه؟ كمان هذا اخترته هيك كمان فوق تحفه فوق المرسيه. انا بصراحه ما عم شوف منيح. مامتي منك لله. مامتي حرام عليك، دي جميله منك لله. لا بصو. على الشيء اللي عم تعمله فيكي. بصوا جمال، خلينا نقلب له. بصوا اتفضل، يجنن يدوخ العقل. ده انت غالبا هتنزلوا من غيره، ده ولا ده بتاع حد؟ لا اشتريته خلاص، هاتش بص عليه. لا وهي ماشيه ما شاء الله الحركه بتاعته. فينك يا شهيره؟ شهيره صاحبتي لو كانت موجوده كان زمانها ضربت الجرس ورنت التليفون وجت وهاخد ده مش هسيبه. الحركه بتاعته انسيابيه وهي ماشيه كده بيطير وراها، مش ممكن يجنن. استاذ ابراهيم الله يعينك. ايوه يكون بعونك يا استاذ ابراهيم. واللي ما يحب النسوان الله يرزقه. مش عارفه ايه عله بعت له حلو. واو واو اتليوني ده حلوه قوي. الشغل اللي على الصدر كل قطعه مختلفه عن القطعه الثانيه بجد. يعني انت هتبقي متاكده انك لابسه حاجه مش هتنزلي في الاسانسير تلاقي واحده لابسه زيها. ايه جينا اهو. ده بتاعي زي بتاعي. طيب انت عريضي ده لغايه ما اخش اخد من ابراهيم كل الفلوس اللي معايا. انا جايه يا ابراهيم، انا جايه. ما تهربش اوعى تهرب. لا تكوني معايا. ده بقى بتاعي بس. لا انا بتاعي جوه، يعني ده زي بتاعي انا اخدته اول ما شفته. بصراحه شدي اليسار ماما شوي، باليسار. ايوه بس صار ماما ممكن تيجي كده شويه بس. بصوا ده حاجه معمول حرير غير بتاعي. هذا غير نوعي. لا بصوا جمال تحفة تحفة ما شاء الله الله أكبر بجد تحفة. شفتوا انتو الأخضر اللي قادم ده احنا عملناه خلاص. بس الأخضر last piece. انتو الجميلين يا جماعة من ذوقكم والله. لا بصراحة بتول ذوقها راقي جدا في انتقاء الألوان وانتقاء الحاجات اللي تتحط مع بعض، الألوان اللي تلبق على بعض، رغم ان الواحد مثلا يكون مش مصدق ازاي فوشيا مع اورنج، بس بصراحه تحفه تحفه. يا رب يا رب ندخل عند الراجل الغبان اللي جوه المريض ده. هات كمان فينا اذا بدنا نعمل شيء على الظهر. مش ممكن عاد جمال. لا ابعدي شويه عشان يبان الكرانيش. بصوا واخدي شايفين ولا لا؟ والسايز اللي بدهم اياه. بس انا المشكله انه حدا اذا عجبه ببعث لي سايزه لاعمله بالضبط كده، لاني هذا بيختلف الاسعار. يا هيا ويا ريت كل اسعار حلوه زي الموديلات. اكيد زي الاسعار حلوه زي الموديلات ما تقلقوش. ومع بتول مش هت يعني مش هتاثر معاكم، هتقول لكم الاسعار وان شاء الله هتعجبكم باذن الله. عمرها ما هتاثر معاكم، هي جميله، بني ادمه جميله، والانسان الجميل بيحب كل شيء جميل، فعشان كده حاجتها حلوه ما شاء الله. شوز صغيره يا خلوسي. بصوا الجمال ده، بصوا الشياكه والنعومه. على فكره سو ستايلش البتاع دي اللي هي السبعه دي. صح سو ستايلش. يا ريت تخبرونا عن اسعار الحاجات التحفه دي. هنحط اللينكس يا حبيبه قلبي يا ام صفاء، هنحط اللينكس بعد ما نخلص. تخشوا على طول على بتول، هتقول لكم على الاسعار كل حاجه انتوا عايزينها، وتعمل لكم كل المقاسات اللي انتوا عايزينها، تعمل لكم كل الاشكال اللي انتوا عايزينها. بس لو انت مثلا عايزه مقاس هي مش عندها، تبعت لها المقاس بتاعك تعمل لك زيه. وحتى الماتيريال شبيهه جدا، لاني بتعرفي القماشات ما بتكون دائما افيلبل. بالظبط كده. بشتغل انا بالقطعه، فانا دائما بعمل القريب. بالظبط كده. الماتيريالز مش هتلاقوها كلها، يعني مثلا مش هتيجي تقولي انا عايزه واحد زي بتاع هايا هيجي بنفس الماتيريال، ممكن يجي الساتان. انا عن نفسي الطاووس الساتان صح خطف قلبي. ما ايه جميل بس انا بتاعي حاجه تانية خاطف قلبي من قبلها. فبجد يعني انا والله العظيم انتوا عارفيني انا لا باخد هدايا من حد ولا انا بشتري الحاجه اللي بتعجبني، وانا
اتهدلت على الشغل والحاجات بتاعتها، مش محتاجه انا اوريكم لان انتوا شفتوا الحاجه وهي اللي قاعده. بصوا اصلا هي شياكتها واختيارها الالوانها عامله شكر. عملت امبرويدري ما شاء الله، حطيت عليه بيها بكمان. واو بس ما لقيتك خلاص. هنوريكم صور موجودين. ايه صور بيكم؟ بصوا انتوا عايزين تعرفوا الديزاينر او الحد اللي بيبيع الشيء هيديكي حاجه حلوه ولا لا لما تشوفي ولا لابستيه حبيبتي. بجد بصوا شياكتها وبساطتها ورقتها. ياكي يا هيا. فيعني نحن كتير انبسطنا عن جد، يعني ما بعرف حسيت اللايف كتير حلو. واول مره برجع بقول لكم انا اكسبيرينس اللايف، مع انه عم يطلبوا مني اني اطلع لايف بس بعدني لسه ما اخذت هالخطوه. فكتير مبسوطين انكم صبرتوا علينا وضليتوا معنا، وشكرا كثير لهيا على استضافتها. انا اللي شكرا لحبيبه القلب، انا ماليش دعوه. وان شاء الله تكونوا حبيتوا صوت رضا. لا لسه هتغني بس ما هتغني. لا انا بس عايزاكي تقربي ثانيه واحده. فاكرين لما كنت بقول لكم ان الطرحه مش لازم تتلبس كطرحه، ممكن نغطي رقبتنا بهاي كول ونلف الطرحه كتشربان. بصوا لما قلت لكم بنحط فيها اكسسوري لو تفتكروا، بصوا حاطه فيها باينه ولا مش حاطه فيها اللي هو هيك متر فلاي؟ لا يعني لا الاسم الهليكوبتر ده اسمه. صح صح الهليكوبتر بيجي على المي على البسبح. ايوه بصوا بس الجمال دكتندري. والرقه قربي أيوة شويه عشان ايوه بس شفتوا كده بان. بصوا بقى الجمال اهو، ده اللي انا بقول لكم عليه، ان مش معنى انك انت محجبه انك ما تبقيش شيك. لا عادي جدا محجبه ومغطيه رقبتها ومغطيه ودنها وكل حاجه، بس لفه الطرحه لفه شيك. طبعا احنا ممكن لو في يوم من المرات عايزين تعرفوا الطرحه الطرحه تتلف ازاي بتقول متهيألي ممكن تصور فيديو ونحطه عشان تتعلموا طريقه لفتها ان شاء الله. اوكي دلوقتي بقى نسيبهم مع رضا الطرب الاصيل. رضا الله يخليكم. هسمعهم هيك يلا سمعهم غنيه شوي فيها هيك بهجه قبل انت عمري. يلا لك يا حلالي ويا مالي عديري طلوا الخيالي، عديري طلوا الخيالي مين الطل بأولهم والولي في طل بأولهم ورصاصي زلغت بالعالي يا حلالي ويا مالي. عديري طلوا الخيالي مين الطل بأولهم والولي في طل بأولهم ورصاصي زلغت بالعالي يا حلالي ويا مالي. ايوه هيا عم نعملكم اجواء يا جماعه هيك مشان ما تناموا، ها ما حدا ينام. يلا سوري رضا. صح سوري سوري ها بدك سوري. اوكي يلا عم نعملكم موسيقى كمان. يلا لك يا حلالي عالزوار الطلوا علينا كبار الصغار، الطلوا علينا كبار صغار عزك باقي مهما صار مسيج عالداير من دار اغلى من دمي يا دار عمره ما بيرخص غالي. هيا يا حلالي يا مالي سوري سوري غنينا سوري يا جماعة. شوفي غنية سورية. طيب يلا البلبل ناغى غصن الفل يا شقيق النعماني قصدي ألاقي محبوبي، قصدي ألاقي محبوبي بين الياسمين والريحاني يا عيني بين الياسمين والريحاني. اجا الشحد على باب الدار قالت له الحلوة على الله، قال لا أنا مالي شحان، قال لا أنا مالي شحان، عطيني بوس دخيل الله يا عيني، عطيني بوس دخيل الله. إن شاء الله ما ناكل بان على البوسة. وعلى العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون يا خيو
نحن أسود لعيوني، ما ظني مجنون ليلى، قد جن بعض الجنون يا يما، قد جن بعض الجنون. هي وبقلبي حسرة ونظرة يم المحبوب، ما تفيق عقلي ولبي دايما مسلول، شفته بيوم الجمعة بين الجماعة، شفته بيوم الجمعة بين الجماعة، وما بين عيونه لمعة بتحيي القلوب، وبقلبي حسرة ونظرة يم المحبوب، ما تفيق عقلي ولبي دايما مسلوب. شكراً لك يا هيا، وان شاء الله نكون رضيناكم وهيك عجبكم شوية. لا، لسه فاضل أم كلثوم. يلا أم كلثوم، أم كلثوم هاي الكلمات جهزتهم أنا. يلا نختم أم كلثوم يا جماعة هيك مشان نروقكم شوي قبل ما تغادروا اللايف. ما شاء الله يعني ان شاء الله نكون هيك رضيناكم، بسطتوا معنا اليوم. يلا رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، تيرارارارارا. رجعوني عنك لأيام اللي راحوا، علمونا ندم على الماضي وجراحه، اللي شفته تيرارا قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، اللي شفته تيرارا قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، تيرارا اللي شفته تيرارا قبل ما تشوفك عيني، عمري ضايع يحسبوه ازاي عليا، انت عمري، انت عمري اللي ابتدى بنورك، صباح اللي ابتدى بنورك صباح، انت 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 عمري. شكرا لكم يا جماعه، شكرا على الوردات الحلوين وعلى السمايلات الحلوه، وان شاء الله تكون قضيتوا معنا هيك وقت حلو، وتصبح على الف 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 خير. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا طبعا للاخت هيا يعني اللي استضافتنا استضافه حلوه، الله يعطيها الف عافيه. تعال هشده من ودانه اللي بيقول لي طنط واخته واختي اختي 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 اخته الصغيره اختي الصغيره انا ومامته واخته الصغيره طبعا. يخليك الله يخليك يا اختي، شكرا كمان لك مره ثانيه على الاستضافه الحلوه، وان شاء الله هيك بنعيد اكيد مره ثانيه، اكيد ان شاء الله. والمره الجايه هيكون معنا مفاجات اكتر بقى، اكيد ان شاء الله نجيب حاجات بقى في ايدينا واحنا جايين، وبقى ومش هقول لكم انا مش هقول لكم، هتبقى مفاجاه واسرار بيني وبين بتول بقى ورضا ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. انا بتشكركم جدا يا بتول ويا رضا على وجودكم معانا. الله يخليك. خلاص معلش انا بتشكر جدا بتول ورضا على وجودهم معانا، وهرجع اقول الكلمه اللي انا كل مره بقولها في اخر كل لايف، انك مش معنى انك انتي حبيتي تقعدي في البيت علشان تربي ولادك، او ساعه الريسيشن حصل مشكله في الشغل فقعدتي، انك تقعدي حاطه ايدك على خدك، لا، هتدوري على الباشن اللي جواكي، العاطفه اللي في قلبك اللي انتي عايزه تعمليها وهتطلعيها في شغلك، وده ثيرابي، ده علاج نفسي،
انك انت لما تشتغلي حاجه بتحبيها وتلاقي الناس بتقول لك تسلم ايديكي حاجتك حلوه، ده بيرفع من روحك المعنويه وبيخليكي سعيده. ما تقفوش، ما بالظبط تقدروا، يو كان دو ات. بتقول ما شاء الله عليها كانت مديره كبيره قوي في مكان، مش هنقول اسمه عشان ما يبقاش اعلان، وهي فضلت انها تقعد، بس ما حبتش تقعد حتى ايدها على خدها، لا فكرت في الشيء اللي هي بتحبه وعملته. رضا نفس الحكايه، هو اكيد دراسته مش موسيقى ولكن هو بيحب الغنى، فايه ايه اللي حصل؟ ان هو حاول ودرس وتعب وابتدى يظبط طبقات صوته العالي والواطي والحاجات دي كلها علشان يغني ويوصل اللي احنا شايفينه ده. رضا عنده 40,000 وشويه فولوور على تيك توك، 400,000 وشويه، انا اسفه 400,000 something 420,000 يلا تعملوا فولو. واي واحده بقى من الستات الحلوات او البنوتات الجميلات اللي شايفه نفسها ان صوتها حلو وعايزه تعمل بقى، دي مفاجاه اخر السهره بتاعتنا ان شاء الله، عايزه تعمل ديو مع رضا، ارجوكوا تواصلوا معاه. اللي مثلا لو انت بنتك صوتها حلو او انت صوتك حلو اتواصلوا مع رضا ويعملوا دويتو مع بعض، ووالد رضا هيعمل لهم الالحان وهتبقى اغنيه سولو، او بيقولوا عليها ايه؟ سولو، اه، وتفرقع بيها الدنيا وتبقى خارجه من قلوبنا للعالم كله ان شاء الله. ان شاء الله. ميرسي جدا حبيبي، شكرا كثير لحضورهم ومتابعتهم، ويعني عن جد ما كل العالم بتضل لاخر لايف، فكل اللي بقوله الاخير عن جد ثانك يو سو ماتش، وان شاء الله مثل ما قلت لكم هي رح تحط اللينك ان شاء الله، وانا اي استفسارات اكيد رح رد عليها، وان شاء الله هيك دائما بنضل على تواصل، مو بس هلا يعني نحن بالعالم هذا والفولو ايتش اذرز، وان شاء الله بنضل على تواصل. تصبحوا الف خير ونهاركم سعيد وليله سعيده، وباي باي باي. على فكره ما حد ابراهيم بيقول لك انا صوتي حلو، انا صوتي حلو ما بيسكتش، انا صوتي حلو. يلا يلا تعال يا يلا يعملوا ديو مع بعض. وعد بعتلك بتقولك يعطيك العافيه، وعد صاحبتي اللي في تركيا حبيبه قلبي، الله يعافي قلبي، الله يوفقك يا بتول عليا ابو ليلى. شكرا لكم يا جماعه، حبيت الناس مثلكم والله، انا بجد بتشكركم لوجودكم معانا وبحبكم قوي قوي، وهشوفكم بقى الاسبوع الجاي مع مفاجات جديده. اوكي تصبحوا على خير.